الله ياخذك نعم. الله ياخذك. الله يلعنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، اللهم لك الحمد. وأخيرا طلعت كود، شهرين ما عندي كود. طلعت كود أيتم، شوف الله يوفقكم. R-A-2 سهل، R-A-2 هنا طالع لكم، شوفونا هنا R-A-2. دعموني لا تخلوني يا بعد عيوني. اليوم عندنا فورتنايتينج أنا وأبو شاية. أتحداه تحدي بسيط، أتحداه يفوزني بالجيم، طبعا أنا بخرب عليه، كسر عليه وكذا، وهو قاعد يبث الحين وسلق بيجون. اذا ما فوزني ولا جيم بخليه يغير اسمه بتويتر، او اخليه يغير التغريده اللي ابيها انا. هذا شيء. الشيء الثاني، اذا فوزني هو بغرد اي تغريده يبيها، او اغير اسمي بتويتر بالاسم اللي يبيه لمده يوم. ما ودي اطول عليكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، فعلوا زر التنبيه. خليكم مع المقطع. السلام عليكم استاذ احمد، كيف حالك؟ هلا استاذ رائد الشمري اللي ياكل قندري. هلا والله بالقحطاني بطل الابطال. جاهز تحدي ابو شايع؟ جاهز يا ابو ذا. هل تتوقع انك بتفوز؟ ركز معي ترى بكسر. رايد اول ضغط تدري عليك. وين الضحك؟ ثاني ترى عندك سلك. طيب اني انا اللي بذبحه يا عيال وبفوز بالجيم. لا ما تقدر احمد، سلك سلك. بادعي عليكم ليله عرفه، والله ادعي عليكم. حان دوركم يا سلك تكفى. بسم الله. ايه ارقص يا ويه ادبك. اهو نير نير نيري سنير نير نيري سنير نير نيري. اهو ادبك ارقص يمه. اهو سلاك 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 سلاك. باذن الله اني لا اخرب عليك يا احمد. خليني اقول لك شيء انا ما قلته لك برا المقطع. والله يا رايد، والله العظيم انك بتسحب معي. قول لي ليش؟ ليش انا لي بحركات المبزره والتخريب سجل طويل 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 المدى؟ يعني انت قاعد تلعب مع ورع، ما راح اعطيك مجال تخرب علي، راح تنصدم اني انا اللي قاعد اخرب عليك. اوكي اوكي، ترى ضدك سكواد دو وانا ثالثهم يا احمد، لازم تعرف هذا الشيء. شكلك ما تدري ان اللي قاعد تكلم هذا طالع سولو سكواد 30 كيلو يا ابو ضفعان. اوكي ذاك ايام ابيض واسود، يوم الناس ما تعرف تلعب يا ابو شايع. لا انا شيتني مقدر. وش سياره مثلك؟ ايش فيني طرت؟ شيت عند الموضوع انا، الله يقطع ام القهر. يلا انا مالي بديت صايح من الحين يا عيال. نسيت عند الموضوع. احمد كيف امورك؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ وشو هذه المزرقين يا عيال؟ اي وش صار؟ سيني الو هاي ما كنت ادري والله اختفيت. وش ذا؟ هذا يسحبني في لوت. ارجع ليش انزل لي؟ اقسم بالله اني اول مره اجي هنا يا عيال. احمد شيء غريب. وش ذا؟ وش رايد؟ انا بعالم فضائي وعندي شيء. وينك؟ عالم فضائي؟ ايوه وانا فوق شيء غريب. وين وين عالم فضائي وين؟ اختفيت اختفيت. صادق رايد؟ والله العظيم ما اختفي. رايد وينك؟ مت في الماب. انا ما ادري مختفي، انا مختفي وشي ما ادري وشو. مفروض انت مع رايد الان. رايد وين راح؟ ايه رجعت رجعت. وينك انت؟ انا هنا تعالي. يلا جاي، لازم نكون المحتوى حلو. لا احمد 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 وش ذا احمد؟ انت هذا صح؟ وين يا ربي احمد؟ احمد السود يا كم سويت احمد؟ وش ذا يا رايد؟ ما تعرفني انا زين. روح هناك روح يا رجال روح. كان السلاح معي انا يا رايد. احمد النوع السلاح هذا وش السلاح؟ اشتكيت منك الحين. والله انت القم باذن الله. يسلوني يسلوني على البث البث. يا سلك تكفون، انا ادري انكم في موجودين متغيبين تكفون. الله يا رايد تبرد وجهك اصبر علي. انت ما مت الحين يا كلب؟ ما مت انا اصبر. والله لو اجيك رب البيت. ما معي موارد انا. يا ربي شي تكفون قسم بالله انها غبنة يا حمار. طير انا ربي امك.
يلا انقلع 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 روح اللعبة هناك. ارايد ما انت قلت ليش ليش ما تقولي احمد لا تعرق مره احمد الاسلحه هذه جديده انا ما اعرفها ممنوع من الجيم الجاي طبعا انت فايز الحين والله ما يخلونك اسلك والله انا اوريك ربيك والله اكسر شوكه عينك حيد انا حبي زي الطفل اخر عمري بسم الله انا كام عليك استاذ احمد الان بعلق عليك يلا بسم الله باقي 19 رجال كلهم بمشي عليهم كلهم وانا لحالي سولو يلا بمشي عليهم واحد واحد بس يجيني موارد لو يجيني موارد والله لا يلا رجال يلا الله مفروض باذن الله اذا ثلاثة ايام ما فزت ولا جيم تحط كود الايتم شوب حقي الجديد اللي ما حد يعرفه تويتر لا كودك توفره في جيبك انا شو اسوي كودك وانا عندي كود مالي دخل تحدي انا ما قلت غير اسمك تغريده تغريده طيب انا اذا فزت عليك بتغير اسمك يوم كامل ايوه وبتشوف ايش بتحطه الله ما تقابل لسوحات انت خرب بيت حظك يا رب العباد ربي ضع ضع احمد ضع خلص مواردك قفلت نفسك صدعت صدعت صح يا وين خبط بكل شيء والله والله يا رب تموت لا رايد إلى الحين ما عرفتني زين والله يا رايد يلا يلا أكفى يا رايد والله عيب بحقي ذا الكلام بتقوله يلا يلا بس يلا يلا ما تسوى تغني باقي بس هي بفوز لا إني مشكلة تفلل ولا تفوز يلا شد حيلك وين اختفوا ذولا يكون سمحات غيبين كلهم يخرب بيت القهر دورني بدال البيج إنه بيك مستقبل لا شيخ رايب عندك يا رب يا رب والله يا أخذ أبليس الله بارك عليك فوز الله بارك عليك فوز يا رب وين الغبنة يا وين الغبنة دمه 23 بس وينكم وينكم والله لا اعريكم قلبكم اوه اي والله اثنين يا رب لك الحمد الله أبرك الحمد لله بيخطر حقي نزل وبخون يلا يلا على السويحة ياو كل قهر سوا يا رب انت كنت بالغلط بس بالغلط يا رب بالغلط بس الله اكبر اخلطوا يخرب بيت السواحات أرايد جاك آه أبوي لنا سواح يا رجال بسم بالله ما ينقل لعب كلهم سواحات عشان لبلي أربعة أنا بس رايد اخذها يلا رايد رايد يعني متحطم مرة صح حبيبي ماني متحطم ترى من ثلاثة أيام مش فيك شادة أحمد شنو من ثلاثة أيام حبيبي ثلاثة أيام متفق معك رايد شنو من ثلاثة أيام رايد رايد طيب إذا فزت ثلاث مرات يعني كل مرة بتغريدة لا 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 يبا اسمع ركز معي آه. أنا التحدي إني أنا متحديك يا أحمد إنه شكرا أحمد أعطيتني مظلة الفوز أنت معرق ولا اللي معي سواحات واللي بلي سواح يعني كم سواحات تمام واحد قدامي يعني السنير يعني هذا السنير يعني هذا السنير ثاني بعد ايوه اذا فوق هو السنير جيم ثاني الحين خلاص انا استسلم زي الكلب اغرد انت قاعد تكلم السلق ولا ايش تسوي؟ لا لا السلق عندي والله يعطوني قلوب يرقصون احسنتم احسنتم يا سلق ايوه رايد بتموت بضحك عليك انا
اتمنى من السلق اللي يسمعون يلا يرضى عليكم وابشر بالدعوات الطيبه وانا صايم معرفه بدي عليهم انا والله بدي لهم انا بدي عليهم نشوف مظلوم ولا الظالم اقوى دعوته طالك هاي انا ولد قاسم وانا شيء يا رجال ولا شيء خذ الحمد لله سكور خسي وتعقب الطقطقه شوف اخ كذاب هذه وش اللي معك راي اشوفها والله ما ندري زليت يا ابو شايب بدري عزل ايه قول شيء احس اني بموت فاتح صندوق هنا ومخلي القنابل بيض الله وجهه في وادنا يا ربي يا ربي في وادنا بدال والله ما ادري اوه آه هذا سلقه ابن الذين الله ياخذك يا رجل الله ياخذك كلنا رايد انت رايها لقى يا رايد هذا سلقه الله يوفقك الله ياخذك نعم الله ياخذك الله يلعن ام الله يلعن ام الغبنه الله ياخذك يا سلقه الله لا يوفقك في هذه الليله اذا 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 فزت انا ومات احمد غريدة اللي أنا بيها وخليه يسوق الكودي الجديدة امسك لي ده أربع سنين أرينا ها أرينا أبغى أرينا مارقين يعني لو دخل أرينا وليفلي ثمانية يلقى ناس أسوح من السلق يا رب يا رب العباد والله شكلي تهورت شوي مالي أحمد مالي كده بس أبغى بعصر تعالوا يا شباب والله خوفي تموت عليك محمود تعالوا اضحك اوه هنا يا جماعه هنا تعالوا عند احمد ترى احمد هنا يلا الله يسعد امك تعالوا وينه ايوه والله ما شاء شوقه والله العالم كله عندنا حسبي الله طب خلاص وقف سواه أحمد والله أنه سواه لكن بإذن الله أنك بتفوز هذه أرينا يا أحمد هذا مو ببلك يا أحمد هذا مو سوحات ورب الكعبة بإذن الله أنك بتفوز والله مرقين يا القيمة الفاصلة إما نكو أو لا نكو يا سلقة يا أبو ريحة قطاضة يا رب جمعت شربت هلمة على البير تجمعوا تعالوا ايه اضحك ذكروا ضحكته هذه ها شوفوا اخر المقطع ايش بيصير كيف يصايح في المسياح يا رب سنايبر من بعيد والله لا ادري له دعوه خد عبيري لي في رجلك انت وشه خلك خايف تبي ارينا يلا والله لقدم يا رايد يلا حيلك والله يا احمد انك قادع صراحه بنت زومبي وسكن نادر تدري الناس بيجونك لكني ما اتوقع انك بتكبر راح حق نهايه الزحف اني بصيح اي والله بتصيح ابو شايع قلبي يقول انا والله واثق بنفسي لكن ان شاء الله لو ما يجيني شيء بعصني كذا عاده تقهر رايد انا تدري مين اقول لك انا مين انا اللي جاي بطوله ابطال العالم صناع المحتوى فاضي يلا ورني العالم والله نهايه التواجد يلا 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 بسم الله يا زين يا سوحات هذه ارينا ولا خرا وش ذا؟ خلص سوحات ستيف ما يبني وقاعد يسبح لا 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 شوف ستيف والله يعرف يبني يا رب فجاه صار رجال يعرف يلعب يا سواحلو يا سواحلو ليش تترك الببلك ليش تيجي الأرينا يا بوريحة يا بوريحة وين يا أحمد صار إيه ما حلو صار يعرف
يبن؟ ليه ما يبنون؟ ليه يا ربي ما يبنون؟ ليش؟ يا ويلي ولا واحد يبني يا زين المفلك. صوته؟ الو بابا فين؟ بابا هنا هنا هو. قول له مين؟ قول له عمو 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 عمو. يخرب بيتك يا السوح يا ابو ريحه ما يبني. يخرب متفق مع متابعينك يا ابو ريحه صح؟ ذولا عاهة الأرينا، سميهم عاهة الأرينا والله العظيم اسم حلو يليق فيكم. عاهة الأرينا اللي ما يبنون يلعبون ببجي ذولا مو كورة. خي ابن روح تحت قروش أمي. ايه ايه معطيهم فلوس، معطيهم فلوس أحمد، معطيهم فلوس بتفرعوا طارق أحمد. والله أنا متفق معهم، والله أنه بلبث. أنا برجع لبثك وشوف، أرجع لبثك وأشوف قبل لا أغرز أي تغريدة. مو طبيعي كلهم يلعبون أرينا ولا واحد يبني. طب ما يبنون. ليه ما يبني؟ ابني يا حبيبي، ليه ما تبني حبيبي؟ ها؟ ابن شيل احمد ما يذبحك ترى. ايه مو حلو احمد، هذا سنايبر مسوي عبده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا. يا الله ارقص ارقص يا بطلي، انت السقا عمي. كنت لله رب المصحف ان ما انا انا ان ما يعجب الله على الموت اللي مثل هذا. يلعن ام الموت. احسن ايوه نيمار نفس السقا نيمار اكثر. يقطع ام الموت اللي تضغط يا عيال، يقطع ام الموت. تغريده عندي اتصال اسمرد. مرحبا، لا تنسون كود الايتم شوب. ابشر ابشر. R-A-2 ابشر ابشر. خلاص خلاص.